اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. قبل ايام كان رئيس الوزراء الحالي، رئيس الحكومه الحاليه مصطفى الكاظمي في الجمعيه العامه للامم المتحده اللي تعقد جلساتها السنويه في شهر 9 و10 من كل سنه، وتستضيف كل رؤساء الدول يلقون كلمات، فكان هو يمثل العراق وألقى كلمة وتحدث كثيرا في هذه الكلمة الحقيقة، كان يريد أن يوصل رسالة للعالم، رسالة مزيفة الحقيقة، وسأقول لكم لماذا مزيفة. سنتحدث عن بعض النقاط فيها، ربما يعني هذه الحلقة لا تكفي، ربما يعني ستتبعها الحلقة الأخرى أيضا نتحدث في هذا الموضوع، يعني لأن الحديث طويل والنقاط كثيرة الحقيقة لتتحدث بها، وكلها تحتاج إلى أن يعني يسمعها الشعب العراقي بشكل جيد. أقول أنه يعني حديث مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الحالية من على منبر الجمعية العامة المتحدة كان حديث فيه الكثير من التضليل، فيه الكثير من الخداع، فيه الكثير من الكذب، محاولة لخداع الناس أو تصوير صورة العراق على غير حقيقته، تصوير حكومته على غير حقيقته، تصوير العملية السياسية على غير حقيقتها. وهذه طبعا مقبولة أمريكيا ومقبولة أوروبيا، هؤلاء الذين جاءوا واحتلوا العراق وأرادوا العراق بهذا السوء يقبلون بهذا الوضع، يعرفون الكذبة. عموما النقطة الأولى يعني، والحديث طويل لكن أخذنا بعض النقاط من عنده. واحدة من النقاط قال: وضعنا برنامجا حكوميا شاملا لإعادة أعمار المناطق المحررة، يقصد يعني المدن التي قالوا أن داعش دخلها وحرروها، اللي هي الأنبار والفلوجة وصلاح الدين والموصل، على الأقل ذني المدن الأربعة اللي قالوا أن حررناها. وضعنا برنامجا حكوميا شامل لإعادة أعمار المناطق المحررة وإصلاح البنى التحتية. طيب الآن هذا الحديث يأتي بعد 5 سنوات مما سموه عمليات تحرير، انتهاء عمليات تحرير العراق وتحرير الموصل. 5 سنوات الآن، نحن يعني في نهاية عام 22، بعد مرور 5 سنوات لم يرفع حجرا واحد. الموصل مثل ما هي، وهذا النموذج أمامكم. الموصل كل الأموال التي تأتي لا تكفي سرقاتهم ولك في الرواتب اللي مخصصيها إلى جماعاتهم اللي يسكتون الناس، 6 ملايين موظف، والباقي يسرق، تسرق الأموال وتذهب إلى الفساد والميليشيات والأحزاب هذه. فما هي الأموال التي تخصص لإعمار هذه المدن وبناء البنى التحتية؟ هذه المدن تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لكي تعود مثل ما كانت قبل القصف، قبل 2017، قبل التدمير والخراب والميليشيات والخراب. المدن هذه تتحكم بها الميليشيات، سرقة وخراب ودمار وأذى، والناس هجرت، أكثر من 6 ملايين عراقي هجروا من مدنهم وظلوا سنين في العراء، والقسم منهم عادوا مضطرين، لأن يسكنون في بيوت خربة لكن مضطر بسبب ما شهدوه من عذاب في هذه المعسكرات، معسكرات الأسر هذه وليست معسكرات اللجوء. كانوا مثل الأسرى في بلدهم، كانوا لاجئين في بلدهم، وكانت أسوأ الظروف تمر عليهم ولا أحد يسأل عنهم. الآن يقول وضعنا برنامج، وين البرنامج الحكومي؟ ايش قد خصصتوا له؟ ومن سينفذه؟ إذا كان الفساد ينخر الدولة كلها، ينخر كل مؤسساتها، أين المبالغ؟ هي وين مشاريعكم؟ مشاريعكم 3/4 وهمية، وأنتم لحد الآن كل الأموال التي جاءت إلى العراق أكثر من تريليون، نصف تريليون دولار جاءت منذ عام 2003 لحد الآن العراق من واردات النفط، أين ذهبت؟ وماذا في العراق؟ لم تبنوا مستشفى واحدة، مدرسة واحدة، جامعة واحدة. المدن خراب في خراب، والعراق من سيء إلى أسوأ، وأسوأ مدن العراق، والحياة في العراق من أسوأ يعني بيئة الحياة في العراق، من أسوأ بيئة في العالم للحياة.
هذه كل الإحصائيات وكل الاستبيانات الدولية تؤكد ذلك. والعراق بلد فيه فوضى، فيه خراب، فيه دمار، فتكذب على الناس وتقول انه يعني وضعنا برنامج. اي برنامج؟ هو الكلام فقط، نكتب سنعمر وسوف 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 مثل الخطابات. وهذه سمعنا هذه الخطابات كثيرة عن التعمير والانجاز ووضع البرامج، لكن ماذا نفذتم منها؟ هو هذا المسألة او هذا المهم. ثانيا قال ان الحكومة الحالية، يقصد حكومته، عملت على اقامة انتخابات نزيهة وعادلة بدعم من مجلس الأمن والأمم المتحدة. أولاً قضية مجلس الأمن والأمم المتحدة فحالة صفحة، لأنه هذه مؤسسات تابعة لأمريكا وتحتكم بالأمر الأمريكي، وبالتأكيد ستؤيد، وهي أصدرت بيان والأمم المتحدة وأيدت الانتخابات. لكن ألا يستحي أحد من عندما يتكلم عن انتخابات، وآخر الانتخابات التي حصلت في شهر تشرين أول عام 2021 العام الماضي، 85% من الشعب العراقي من الذين يحق لهم المشاركة فيها لم يشارك، وقاطعوها مقاطعة. ولو كان هناك أمم متحدة حقيقية، وكان هناك مجتمع دولي، وكان هناك مجلس أمن حقيقي وصادق وحقيقي وعادل، لأصدر بيانا برفض الاعتراف بهذه الانتخابات، لأنها لا تمثل الشعب العراقي. أقل من 15% شاركوا في هذه الانتخابات، وهي ميليشيات وقوى تابعة لأحزاب السلطة، قوى أمنية وأحزاب وميليشيات وصراع بيناتهم، وبالتالي الكتلة الأكبر منهم التي فازت ب 73 مقعد انسحبت، وبقية الكتلة الأقل هي الآن اللي تشكل كل البرلمان وتشكل الحكومة، هي هذه الانتخابات النزيهة. وفي وقتها هؤلاء الذين جماعة الإطار الذين الآن سيشكلون الحكومة يقولون نريد أن نشكل الحكومة، والآن البرلمان بيديهم، هم من تظاهروا وقفوا واعتصموا، قالوا أن هذه الانتخابات منزيهة وصار بها تلاعب وفيها تزييف وبها، لم يقولوا هكذا، وقالوا لن نعترف بها. لأن عندما انسحب التيار الصدري سكتوا عن هذه القضية. إذن ما هي الانتخابات النزيهة؟ ما شكل النزاهة؟ العدالة ما هي؟ يعني ما هي مدى معايير العدل التي يراها الكاظم وتراها حكومته وتراها العملية السياسية في كل ما يجري بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن؟ وين العدالة؟ شنو شكل العدالة في بلد كله فساد وخراب ومؤسسات خريبة؟ كيف تضمن النزاهة في بلد هو واحد من بين أكثر 5 بلدان بالعالم فسادا في العالم؟ كيف تثبت النزاهة؟ شلون تحقق النزاهة؟ أنتم حتى يعني القضاء الذي أنتم وضعتوه، أنتم عينتموه، تشككون به وتقولون أنه هذا القضاء منزيه، أنتم تقولون وتقولون أنه قضاء مسيس، وهو فعلا هكذا. طيب شلون تحققون النزاهة؟ شلون حققتوا النزاهة هذه اللي تقول عنها؟ 85% من الشعب العراقي لم يشارك بها، وهي انتخابات غير شرعية. لكن أمريكا وغير أمريكا قالوا 40% شاركوا، وما أعرف منه الاتحاد الأوروبي رفع برقية تهنئة. هذه الكذبة ما عادت تنطلي على العراقيين. هذه النقطة الأخرى. قال تجربتنا الديمقراطية الفتية ما تزال تتحلى بروح الشجاعة والأمل، وهي بحاجة إلى تفهم ومساندة المجتمع الدولي. يعني عن أي تجربة ديمقراطية تحدث مصطفى الكاظمي؟ يضحك على نفسه ما يضحك على الآخرين. على الشعب العراقي لا تستطيع أن تضحك، لأن الشعب العراقي يعرف أن لا ديمقراطية في العراق. ما شكل الديمقراطية في العراق؟ يعني إذا كانوا يعتقدون أن الانتخابات هاي سوون صندوق من الانتخابات، سوون انتخابات كل ما أدري 4 سنوات ما أدري إيش قد، هي هاي الديمقراطية؟ هذه لا تشكل الديمقراطية، فهمهم قاصر. هذه فقرة صغيرة من برنامج كبير، من منهج حياة كبير اسمه الديمقراطية. لا فتية ولا غير فتية، انتم ما عندكم صراعات بالسلاح. الميليشيات تتصارع في المنطقة الخضراء اللي بها الحكومة وبها السفارات. وين الديمقراطية؟ أي ديمقراطية؟ صار لكم سنة ما قدرتوا تشكلون حكومة. ما حد يقدر يشكل الحكومة، لأن كل واحد يهدد الآخر. وتقول لي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية فتية؟ والعالم عليه أن يتفهم. شلون يتفهم العالم؟ العالم لو صاحي لا يقبل بكم ولا يعترف بكم ولا يصافحكم ولا يقبل بكم أن تقفوا على منصة الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتخطبوا
وتقول خطابا يسمعه الناس. هذا واقع الحال. اي ديمقراطيه؟ الديمقراطيه تتناسب مع، يعني تاتي مع الطائفيه على سطح واحد؟ كيف يمكن؟ احزاب طائفيه تتحدث بالديمقراطيه؟ كيف؟ الديمقراطيه والطائفيه لا تاتيان على سطح واحد. لذلك لا توجد ديمقراطيه في العراق. كذبه كبيره هذه. اما انه يشير الدستور تظاهرات من حق الشعب، يا خلي يطلعون تظاهروا يضربهم بالرصاص عندما يعني يعلو صوتهم، وعندما يهددون وجود الحكومة وجود العملية السياسية يضربوهم بالرصاص. وهذا ما حصل في ثورة الشباب الجميل العراقي الجميل الصغار في 2019 عندما قتلتوهم لأنهم طالبوا بوطن. هذه الديمقراطية؟ ومن يومها لليوم هاي 3 سنوات تقولون سنظهر قتلة المتظاهرين، الطرف الثالث. وين الطرف الثالث؟ وين هم اللي قتلوا المتظاهرين؟ اللي قتلوهم بالناصرية، واللي قتلوهم ببغداد، واللي قتلوهم بالنجف وبكربلاء وبابل وبغير مكان وبالكود. وين هم؟ وين الديمقراطية اللي تتحدثون عنها؟ كذبة كبيرة، عيب. ربما يعني وقت هذه الحلقة لا يسمح بالاستمرار في الحديث حقيقة، لأنه النقاط كثيرة. سأترك باقي النقاط، بعض النقاط الباقية إلى حلقة أخرى سنتحدث في نفس الموضوع، وسنكمل الحديث عن النقاط التي تحدث فيها في خطابه مصطفى الكاظمي على منصة الجمعية العامة المتحدة قبل أيام. أشكركم أعزائي المشاهدين، وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.